قناة اي جي امباير دليلك نحو عالم الانمي. الشيء المميز في القناة انه قناتهم يتميزون باداء وتقديم مرة خرافي ناهيك على الانميات اللي يجيبونها لك. الانميات اللي يجيبونها لك انميات ما احد قد تكلم عنها في اليوتيوب، انميات مضمومة وتستحق المتابعة. فالقناة هذه أشبه بموسوعة، فأنصحكم كلكم تروحون تشتركون في القناة هذه. واللي ما يدري ترى عندهم جروب في الديسكورد، الجروب هذا اسمه إمبراطورية الأنمي والألعاب. طبعا في الجروب هذا حق الديسكورد يتجمعون فيه أكبر محبين للأنمي زائد أكبر محبين للألعاب. في قسم خاص لمحبين الألعاب وفي قسم خاص لمحبين الأنمي، فيعني الجروب متكامل من كل النواحي. فلا اوصيكم، راح تلقون رابط قناتهم بالوصف، زائد راح تلقون رابط سيرفرهم الخاص في الديسكورد. فلا اوصيكم يا الرهيبين. وبس السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم نواف او ايف اونلاين، ومثل ما انا موضح بالعنوان اقوى الملوك بعالم الانمي. طبعا قبل ما ابدا بالمقطع حاب اني انبه نقطتين بسيطه جدا. النقطه الاولى اللي هي انه كل الشخصيات اللي بتكلم عنها بعد شوي تعتبر شخصيات مره قويه. لا وزائد عن كذا انه الترتيب راح يعتمد حسب قوه الشخصيه، زائد انه راح يعتمد حسب الملك او السلطه اللي تمتلكها الشخصيه. والملاحظة الثانية انه الشخصيات اللي بأتكلم عنها كلها من انميات مشهورة، عشان كلكم تعرفون عن ايش انا اتكلم بالضبط وليش الشخصية هذه احتلت المركز هذا. وطبعا راح ابدأ اذكر اسم الانمي في حال اذا انت ما تبغى ينحرق عليك، مع اني انا ما اتوقع انك ما تابعت كل الانميات اللي بأتكلم عنها بعد شوي. وملاحظة بسيطة، طبعا خويي سوى جروب في الواتساب، اي واحد يبغى ينضم للجروب فراح يلقى رابط الجروب موجود تحت الوصف، واللي يكون في علمك ترى انا موجود في الجروب، وبرضه رابط الجروب اكيد راح ينحذف بعد وقت معين او بعد ما يكتمل عدد الاعضاء المناسب. المهم ادري اني طولت عليكم كثير بالمقدمة، خلونا نبدأ باول شخصية وبالتحديد من انمي فلمة الالكميست. واول شخصية اللي بأتكلم عنها من انمي فلمة الالكميست اللي هو كينج برادلي. طبعا اللي تابع هذا الانمي يعرف انه كينج برادلي هو افخم ملك في هذا الانمي، وبرضه شخصية شريرة، بس ما احد ينكر انه الشخصية هذه قد ايش انه الشخصية هذه قوية، وبرضه يمتلك هيبة مش طبيعية. وطبعا ما يحتاج اني اتفلسف كثير عن الشخصية هذه، كلنا شفنا ايش سوا بالانمي، وبرضه قد ايش انه الشخصية هذه مرة اسطورية. المهم خلونا ننتقل للشخصية اللي بعدها، هو من انمي ون بيس. طبعا الشخصية هذه كلكم تعرفونها اللي هو ملك قراصنة روجر. طبعا الشخصية هذه الى يومك هذا تعتبر شخصية غامضة، وتخيل الشخصية هذه من زمان ماتت، ولكن الى يومك هذا ما احد قدر ياخذ اللقب ملك قراصنة. يعني اكيد انه هذا اللقب صعب انك توصل له. صحيح انه لوفي في المستقبل هو اللي راح يصير ملك القراصنة، ولكن تخيل روجر مات من زمان وما احد قدر ياخذ هذا اللقب الى يومك هذا. فهذا اكبر مثال على انه هذا اللقب يعتبر من اصعب اللقوب او من اصعب شيء انك توصله في عالم انمي ون بيس، وخصوصا ان الشخصية هذه قوية وغامضة وما نعرف قوته الكاملة. فأتمنى أنه الاستديو يسحب على التمطيطات الخايسة وبرضو الفلارات اللي ما لأمها داعي. يب بعضكم ما يعرف أنه في فلارات في أنمي ون بيس، بس في فلارات في أنمي ون بيس، فأتمنى أنهم يسحبون على الشيء هذا وبرضو يركزون على قوة أو أحد قتالات لملك روجر، فراح يكون مرة شيء خيالي. المهم خلونا ننتقل للشخصية اللي بعدها واللي كلكم تعرفونه اللي هو ملك النمل من انمي هانتر اكس هانتر او ملك الحشرات. طبعا الشخصية هذه غنية عن التعريف، وكلنا نعرف ان الشخصية هذه يعتبر واحد من اقوى الشخصيات في انمي
هانتر سنتر، وبرضه ملك للحشرات او الحيوانات اللي موجودة في عالم انمي هانتر. يعني مميزات وقدرات وقوة الشخصية هذه كلها معروفة، وما يحتاج اني اتفلسف كثير عن الشخصية هذه. المهم خلونا ننتقل للشخصية اللي بعدها ومن انمي ناروتو، اللي هو ناروتو نفسه. يب ناروتو. طبعا ناروتو بعد ما صار الكاجي او الحاكم لقرية كونوها، كلنا نعرف انه ولا اي شخص في تاريخ انمي ناروتو صار الكاجي وهو بنفس قوة ناروتو. ادري انه عندك هاشيراما وعندك توبيراما، هذول الشخصيات مرة قوية، بس انا اقول لك انه الشخصيات هذه ما وصلت لقوة ناروتو. تخيل قد ايش القوة اللي وصلها ناروتو. فيب ما يبغى لأي كلام، فناروتو هو اقوى كاجي وبرضه اقوى شخصية حاليا في انمي بوروتو وناروتو. المهم خلونا ننتقل للشخصية اللي بعدها، واللي ادري انه كلكم راح تتفقون معاي الرأي، لانه الشخصية هذه زائد انه الشخصية هذه مستحيل تنهزم، زائد انه الشخصية هذه انه حكم حقه مطلق، يعني مو حكم لقرية او مدينة او لقب، لا حكم حقه مطلق، اللي هو زينو من انمي دراغون بول سوبر. طبعا زينو شخصية يعني مستحيل انك تقرب منها، زائد انه مستحيل تهزمه. فوق كل هذا انه حكمه ما يختصر على لا كوكب كوكبين مثل فريزا، لا يختصر او بعالم دراغون بول باسره. يب عالم دراغون بول باسره هو اللي يحكمه، فما يبغى لأي كلام من ناحية القوة وبرضه من ناحية الحكم او الملك، فهو اعلى رتبة من جميع الشخصيات اللي تكلمت عنها كل شوي. وبس والله اتمنى ان المقطع ينال اعجابك، ولا تنسى الاشتراك واللايك والنشر، ولا تنسى انك شيك على فيديوهاتنا السابقة. اشوفكم على خير رهيبين، peace out.